يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المراد بقول الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة وقوله عز وجل في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، كيف يجمع بين هذا وهذا؟ نعم، هذا من المشكل، ولكن أجابوا عن ذلك بأن 50,000 سنة بالنسبة للسير البطيء، و1,000 سنة بالنسبة للسير السريع. تفاوت المدة هو بالنسبة لنوعية السير، والله أعلم. نعم.